الشغلانه دي عايزه رجاله، حاسس انها صعب عليك؟ افتح لك وفير حريمي وفكك مني. انا اسمي تمام. السلام عليكم. الله 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 الله، ازيك يا باشا؟ السويس كلها دورت. ازيك يا متولي؟ ازيك يا دكتوره؟ انت لسه فاكرني؟ يا نهار اسود يا نهار اسود يا دكتوره، ده ننسى الناس كلها وما انساكيش. والله وبقيت معلم كبير يا متولي، والنعمه بانت عليك يا باشا. كله من خيرك. بقول لك يا متولي، انا كنت عايزك في مصلحه كده ما حدش يعرف يخلصها غيرك. رقبت يا باشا. مين السنيوره؟ اسمها لميا توفيق عبد ربه، هي من هنا من السويس، اهلها تقريبا في الكبانون، بس فين بالظبط مش عارف. عايزك تعسلي عليها وتجيب لي قرارها. 24 ساعه الا ربع قرارها يبقى عندك يا باشا. ولا حموده امال انا اسمي تولي؟ جري على عمك حبيش اقول له حضر وليمه حلوه. ها قول له اخد استاذ ومراته هنا. فريرا يا ريس. لا لا استنى، وليمه ايه يا عم؟ احنا لسه واصلين ومش لاقيين حتى مكان نقعد فيه. يا نهار اسود يا نهار اسود، ده مكانك موجود ومتوضب بقاله اسبوعين ثلاثه. عيشت يا متولي، بس بقول لك ايه، عايزين مكان كده يكون متداري بعيد عن عيون الناس. موجود يا باشا، بس عليا الطلاق، عليا الطلاق. هنتحرك من هنا الا ما نتغدى سوا. ابو ذنبها ايه وليه بس؟ رحيم رحيم، هناكل يا رحيم، هناكل علشان المدام. اهو اهو ماشي. خير يا حلمي؟ عيب الحركه اللي انت عملتها دي يا ابو ورده. انت متعشم جامد، وانا مش ابن قصر. البنت ما تبقاش عايشه لحد دلوقتي. طب كويس قوي انها لسه عايشه. هو هشام غلط، ودي مش عايزه كلام، والغلط يتصلح. لكن احنا من امتى يعني بندخل النسوان في شغلنا؟ لما العيال يشتغلوا معانا. طب خرج البنت من الحسبه. انا اللي خرج وانا اللي دخل حلمي ولا ايه؟ وبعدين بسيط، تاهت ولقيناها. هات البضاعه تاخد البنت، ولا اقول لك هسهلها عليك؟ هات الواد هشام، اخد البضاعه بمعرفتي، وساعتها اسلمك البنت صح سليم. ما تصعبهاش يا ابو ورده، وخلينا نشوف لها حل. انا لو بصعبها كنت قلت لك هات رحيم يكلمني هنا، بس انا عارف انتوا ما قلتلوش. اديك قلتها وبعضمة لسانك، ما قلنالوش، عشان لو كنا قلنا له كانت هتولع. تولع؟ انتوا ما قلتلوش عشان كان حياته ان هشام حي، لانه بيشتغل معايا. حلمي، انا عارف ان هشام مالوش يد في اللي حصل لاخويا، الله يرحمه، وإلا كنت دفنته حي. بس انا راجل ابن اصول وطيب، الواد اخوه ما كانش لاقي اللقطه، كانش لاقي ياكل، خدته شغلته وخليته عيل من صبيان. طول عمرك ابن اصول يا ابو ورده. انا بقول سيب البيت وفلوسك عندي. انا شايل المراره من زمان وعملتها رزلة قوي، قدامك 5 ايام هتتصرفوا كان بيها، ما تصرفتوش خدوا عزل البيت من اي جامع، ومش هتبقى لوحدها. ده اخر كلام عندك؟ اه. اقعد زينات الوراثه، الواد كوبي بسن ابوه. يلا يا واد يلا. صلاة الله العظيم، صلاة الله العظيم. في ايه يا ست انت؟ مالك ومال الواد؟ قدك ده؟ مالك وماله؟ الواد نايم ومستريح. بق بق بق، عاوز ايه؟ ايه جو البزازات اللي انت عايشه فيه؟ امه فين يا اختي؟ ترضعه طبيعي. ما هي في شغلها بقى، ربنا معاها. وبعدين هو حب البزازات خلاص. شغل ايه يا اختي؟ خليها تقعد في بيتها تربي ابنها. سايق عليك النبي تدعي لها يا حاج ترجع بالسلامة. بالسلامة؟ ليه؟ راجع منين؟ من الحج؟ بلا قرف. وايه الحزن اللي انت فيه ده؟ افردي وشك شوية، ما تخليش الواد يشوفك كده، هتجيبي له اكتئاب، هتعقديه. هروح فين؟ ادخلي يا اختي المطبخ، عمال لنا اكل حلو راحت بطنه وجعته من اكل المحلات. وبنتك اخرها كوباية شاي، وريتها بتطلع عدة، بتطلع مسخة. امسك حفيدك اهو. بالراحة على الواد. سامي يا حلو انت، يا مجدع يا بتاع قلت سيوفة جامد. خش يا اختي على المطبخ، خشي وفردي وشك. ست النكادية اكلها بيطلع وحش. يا وحش. حاضر. يا وحش يا امه، دي هتعضني باين، والله هتعضني. يا ساتر، ما تقلقش منها يا واد. ها؟ يا واد يا جامد انت، رحيم يا حلو. بقول لك يا واد، تيجي ناكل كوارع النهارده؟
حموده اؤمر يا ريس. نزل بقيه الاكل والايس بوكس ودخلهم جوه. فنيره عبد الله على السلامه يا باشا. الله يسلمك. دي بقى لمؤاخذه المكن الخصوصي بتاعك. لا لا انت فاهم غلط يا باشا. عيش يا باشا. بتولي حموده هيجي لك كل ست ساعات لو محتاج حاجه، وبعدين العربويه هنا كلهم تبعنا فما تقلقش. ها تعبتك معايا. مش كده يا باشا، سيبك براحتك بقى. اتفضل. اتفضل المفتاح يا باشا. مالك؟ هتستغرب لو قلت لك اني مبسوطة؟ لا، علشان انا كمان مبسوط قوي. هو متولي ده هيعرف يجيب لميا ازاي؟ لا متولي ده ما يغركيش منظره، ده اغنى راجل في السويس، بيشتغل في السمسرة، علشان بيحب قعدة الشارع والرغي مع خلق الله. زمان صورة لميا موجودة مع الزبالين والسواقين بوابين محصلين النور، مش بعيد على اخر اليوم ليه جايبها وجاي. تمام. جايب ايه؟ جاي جعانة؟ اه ما عرفتش اكل هناك. طب يلا كلي بالهنا والشفا. لحظة حلوة تتحول لذكرى، نحب بعض في وسط عالم كله عمال يكره. مين فينا مطمن لقدره ولا ضامن بكرة؟ تعالي نسرق لحظة حلوة تتحول لذكرى، نحب بعض في وسط عالم كله عمال يكره. مين فينا مطمن لقدره ولا ضامن بكره؟ هو يوم في العمر حبيبتي ومن نفسنا، والمهم اننا مع بعض نعيش وقتنا. هو يوم في العمر حبيبتي ومن نفسنا، شكلهم حلو قوي. تفتكري مش ماسك ايديها ليه؟ يمكن يكونوا لسه متعرفين على بعض، او يمكن يكونوا متخانقين، او بيصالحها، او مش يمكن تكون علاقتهم حاجه تانيه خالص. زي ايه مثلا؟ يمكن يكونوا بيحبوا بعض بس الدنيا مش مدياهم اي فرصه يقربوا من بعض، فجم هنا بعيد عن عيون الناس. مادام هما بعيد عن عيون الناس بيوشوشها ليه؟ مش يمكن حاسس انه بعيد عنها فبيحاول يقرب لها باي شكل؟ ما هما اصلا جنب بعض. اه بس من جواهم حاسين انهم بعيد. لو بيحبوا بعض بجد مهما الدنيا بعدين برضه هيفضلوا قريبين، حتى لو عدت سنين كتير. حتى لو عدت سنين كتير. لو تفتكر علاقتهم هتوصل لغاية فين؟ لحد ما يكبروا ويعجزوا وكل حواديت الحب اللي حواليهم
هتخلص، لكن حبيتتهم هتفضل مكملة للآخر. حتى لو حد فيهم مات؟ لو حد فيهم مات، اللي مات ده هيفضل عايش جوه التاني، لو التاني مات هيفضلوا عايشين هما الاتنين. ازاي؟ لأن أولادهم وأحفادهم هيفضلوا يحكوا في حكايتهم. بقى أنت ليه بتجيبي سيرة الموت؟ إحنا لسه في الأول. إحنا؟ آه أنا آسف، أنا آسف، قصدي هما. أنت عارف أنا بحب البحر قوي. أنت عارفة إن البحر ده بيفكرني بيكي؟ إزاي؟ لما ببص في عينيك الحنين دول بشوف البحر، ولما بركز قوي بغرق فيه. ايه ده؟ انت بتقول شعر اهو. انا غلطان. انا بهزر. تعال نقوم نتمشى شويه. ايه؟ الكلام اللي انت بتقوله ده يا حلمي، امال انت رحت تعمل ايه عند ابو ورده؟ كنت بشد معاه نفسيه. الله، انت هتهزر؟ حد قال لك ان انا ساحر يالا ولا ايه؟ يعني بس ما كده خلاص بخ؟ زي ما قلت لك، يا البضاعه رقبتك. طب والعمل يا حلمي؟ مش عارف، انا من ساعتها ودماغي عماله توين، مش لاقي لها حل. حلمي، ابوس ايدك تصرف يا حلمي. لو ام بسمه عرفت اي حاجه مش هتسكت، ولو اخويا شم خبر هتبقى مصيبه. اهو رحيم ده بقى لو شم خبر هو ده اللي قلقني فعلا. وبالنسبه لك بسمع عادي يعني؟ اذا كانت هي بالنسبه لك عادي، انت هتصيح عليا ولا ايه؟ انت كل يهمك ان رقبتك ما تجيش تحت القطر وضمتم على كده. كل الحكايه انك خايف من رحيم. حلو قوي، رقبتي ما تجيش تحت القطر. ازاي بقى يا عم حلمي؟ مش عارف. الله يخرب بيتك يا هشام. الله يخرب بيتك. خير يا هشام؟ ابويا جراله حاجه؟ لا، ابوكي زي الفل. اقعدي اقعدي يا رحام، انا اللي هيجرالي. بقول لك ايه، انا عايزك تصرفي لي في نص مليون جنيه. نص ايه يا حبيبي؟ نص مليون جنيه. نص مليون ايه وانت بتكلمني عن 10,000 جنيه؟ ده مبلغ كبير قوي يعني يا هشام. انت هتغلبي يا رحاب. الله، تصرفي، يا اخوكي في زنقه. لا طبعا، صعبه قوي. ايه اللي نص مليون جنيه دي؟ ليه بس؟ والله يا هشام، يعني من ساعة ما رحيم خرج من السجن وسيد منشفها عليا على الآخر في الفلوس. بقول لك إيه؟ ما تكلم رحيم، أكيد يقدر يتصرف يا أخوي. لا، رحيم عنده بلاوي وأنا يعني هزودها عليه. أنا جاي أكلمك أنتِ. الواد ده إيه اللي جابه هنا؟ انطاي! إيه اللي جابك هنا النهار؟ طب يا رحاب، أنا هعدي عليك في وقت تاني يا أخي. ماشي ماشي. طب مش بكلمك يالا؟ أنت عايزني أمد إيدي عليك تاني؟ نعم؟ ده أنا مش شايفك أصلاً. يا ابني انت مكتوب دكر في البطاقه غلطه. انا هوريك مين الدكر. بس 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 عشان خاطري، بس استهدوا بالله، استهدوا بالله. بس غور في دهب. اه في غور بقى ببوسك ده. امشي 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 يا هشام عشان خاطري. لا انا هقعد لغايه ما اطمن عليك. هموتك. امشي يا هشام. اقول لك غور يا هشام. امشي، ابوس ايدك، ابوس رجلك. غور بقى.
مالك الحياة؟ اسمعي كلامي، دي عينها زبالة. وأن تتولى مسؤولية تنفيذ الحكم على الطفل الوحيد بدر السيوفي مؤسسة المرج لرعاية الأحداث. صباحيا بقى، صباح الفل يا باشا. خير يا متولي. الأمانة بتاعتك وصل. اخلص. الحقيني يا دكتور، الحقيني يا دكتور، ابوس ايدي ابوس ايدي، خليهم يسيبوني، انا ما عملتش حاجه. اللي انت حبيبته ده يا بني ادم، حبيبت اللي اتفقنا عليه، مش دي البنت اللي انتوا عايزينها يا رحيم باشا؟ حصل خير يا متولي. يعني ايه حصل خير؟ انت مش شايف هي عامله ازاي؟ احنا جايين ندور عليها ولا نخطفها يا رحيم؟ ما اول ما شافتنا طلعت تجري، كنا المفروض نعمل ايه؟ نطبطب عليها. اتكل على الله يا متولي وسيبها لي. ربنا يديك الصحة يا باشا. امشي يا متولي. انتوا هتعملوا فيها ايه؟ هو انا عملت لك ايه يا دكتورة؟ انا عملت فيك ايه عشان تعملوا فيها كل ده؟ ما تقلقيش يا لميا، مفيش حاجة هتحصل لك لما انت معايا، ما تقلقيش. انا مش عايزك تقلقي. هتكلم معاكي كلمتين وهتروحي الحسابية. اهدي يا لميا اهدي. احنا مش هنخلص من اصول البلطجة والخط بتاعك ده يا رحيم. كله هيخلص لما تظهر براتك. كنت هربانة ليه؟ اقعدي اقعدي. انا ما كنتش هربانه، انا ما كنتش هربانه يا دكتوره، انت اكتر واحده عارفاني، انا لا يمكن اضرك ابدا، وخصوصا بعد اللي عملتيه. انت مستخبيه في السويس بتعملي ايه؟ ايه القصود ده يا رحيم؟ لميا انت ليه هربتي بعد اللي حصل؟ انا ما هربتش، صدقيني مش بايدي. بابا اول ما عرف ان حضرتك اتقبض عليكي قال لي انت لازم تسافري وتسيبي الشغل لحد الموضوع ما يهدى. بس بهروبك ده خليتي كل الدنيا تشك فيكي، وخصوصا انا. معاكي حق، انا برضو حاولت اقول له كده بس هو ما صدقنيش، والله العظيم هو ده اللي حصل. المفروض بقى تصدق اللي بتقوليه ده وتسيبك تمشي دلوقتي. اقسم لكم بالله هو ده اللي حصل. كفايه بقى يا رحيم. ممكن تسكتي انت بقى بت؟ وهتفتكري ان العياط والحبتين اللي انت بتعمليهم دول هياكلوا معايا؟ انت هربت ليه؟ انا مش هعمل لك حاجه، انا هاخد بالي وامشي، واسيبك بقى للي جابوكي هنا يعملوا فيك اللي هم عايزينه. اللي انت بتقوله ده لميا لو حصل لها حاجه انا مش هسامحك العمر كله. ايه هي في حاجه حصلت وقتها بس انا خفت اقول عليها. ايه هي؟ اتكلمي. مفيش، قبل الحادثه بيومين انا ركبت تاكسي، وبعدين السواق دخل بيا في سكه ضلمه وحاول يتحرش بيا، بس ربنا ستر، ربنا ستر، وعرفت اهرب منه وجريت ونطيت من العربيه وجبت حجر وخبطت في دماغه. وهربتي مش كده؟ هربت. وحصل ايه بقى بعد ما هربتي؟ لا ما حصلش حاجه، انا لقيت عربيه ماشيه على الطريق فشاورت لهم، طلعوا ناس كويسين وروحوني. وايه علاقه كل اللي بتحكيه ده بقى بالمخدرات اللي لقوها عند داليا؟ لا مفيش علاقه، اصل وانا بهرب الشنطه بتاعتي وقعت وكان فيها كل مفاتيح المكتب. وما قلتيش ليه وقتها؟ بصراحه خفت من الفضيحه، خفت لو بابا يعرف وبعدين يقعدني من الشغل، وخصوصا ان هو كان متضايق من تاخيري بره. وايه الفضيحه في كده؟ فضيحه لو اهلي يعرفوا ونظرات الجيران ليا لما يعرفوا حاجه زي دي، وبعدين بابا لو عرف حاجه زي دي ده مش بعيد يقعدني من الشغل خالص، ده مش بعيد يقعدني في البيت العمر كله. للاسف كلامها صح يا رحيم، انا عارفه هي تقصد ايه. انت حافظه نمره العربيه دي؟ يبقى بكره الصبح تيجي معانا وتقولي الكلام ده في النيابه. لا نيابه ايه؟ نيابه ايه يا دكتوره؟ ابو سيدك والنبي يا دكتوره بلاش نيابه، والنبي بلاش يوديني النيابه. طب إيه؟ بلاش النيابه والنبي. ايه دي النيابه يا دكتوره؟ إيه دي؟ اكيد هنلاقي حل تاني ما تقلقيش. يعني ايه ما تقلقيش؟ الهانم دي هتشرف معانا لحد بالليل، وبكره الصبح هنطلع النيابه، وده اخر كلام عندي، واتفضلوا جوه يلا. ما تخافيش يا لميا، ما تخافيش. أنا مش قلت لك 100 مرة الواد المعفن ده ما يجيش هنا؟ كان جاي يعمل إيه في سلامته؟ انطعي! ما خلاص بقى يا سيد، ده مهما كان أخويا، وبعدين هو جه وراح لحاله. لحاله؟ أخ إيه ده؟ كان جاي يسحب فلوس طبعًا، أنا عارف. عش انا بقى اطفح الكوته ويجي هو يشفطني. لا اخوي الكبير جاي سهران من السجن. ده
هيمص شقه عمري وتعبي وشقايا اللي بتعبه من سنين علشان انتوا على زباله. عينك مين اللي زباله؟ بس انا انت هات مش ناقص شغل عيال صغيره. انا مش عيل صغير وعيلتي مش زباله. لا زباله بتعالي صوتك عليا انا قد ياد انا اللي مربيك وبصرف عليك وشايفك زي ابني. اوعى تكون فاكر اني مش عارف الفلوس اللي انت بتصرف منها دي تبقى بتاعت مين، ولا القصر اللي انت عايش فيه يبقى برضه بتاع مين. ايه ده انت بتقول ايه سيد؟ ده زياد يا سيد، ده زياد. انا زياد بني زفت. اطلع بره يا زباله يا قاطي، روح عيش مع الناس اللي بتدافع عنهم الزبال زيك، شوف هيعيشوك ازاي بره. لا لا بره يا زياد، لا زياد حقك عليا نحار. قسما بالله لو خرجتي بره القصر ما هترجعي تاني. يلا بقى قالوا له كده ايه؟ افتح لي قلبك واحكي لي ايه اللي حصل بالظبط. حوار بقى ان الشركه دي بتاعت مراتك وتروح وقت ما تحب وتطلع وقت ما تحب ما يلزمنيش. يلا قول بقى وما تضايقنيش، احكي كده احكي. يلا حبيبي يلا يلا. انا قلت اللي عندي يا باشا. وقلت اللي عندك خلاص، يبقى انت اللي قتلتها ورحت هناك عشان تتاكد اذا كان في دليل وراك ولا لا. يا باشا انا ما قتلتش حد. وجودك هناك ملوش معنى غير كده، نجادك في القضيه دي تأبيده. تأبيده ايه يا باشا؟ لا انا هتكلم خلاص، هتكلم. اتكلم يا حبيبي اتكلم، وارغي بس بهدوء بالراحه كده. بص يا باشا انا كنت رايح المكتب عشان اصلا كنت زارع كاميرا في المكتب. كاميرا ايه؟ ما انا كنت حاسس ان امينه بتخوني عشان كده حطيت كاميرا في المكتب. اه بتخونك، والكاميرا دي فين؟ ما هو الباشا طب عليا قبل ما اخد الكاميرا. ما حاولت ده؟ طب ما قلتش على الدليل ده ليه قبل كده؟ يا باشا انا فعلا خفت اقول لا تطلع بتخوني فعلا والبس القضيه. ما انت لبست القضيه فعلا. فين الكاميرا دي يا ابني؟ انت هاي زياد. ايوه ريم ازيك؟ انا كنت عايز اجي لخالو رحيم. طب ما تيجي وانت في حد ماسكك؟ اصل انا بكلمه قافل تليفونه وانا ما اعرفش العنوان. هبعت لك اللوكيشن على الواتساب، لو ما عرفتش توصل هنزل اجيبك. اوكي زياد وانت كويس؟ اه انا الحمد لله. سلام. ماشي باي. ايوه جاي. احلى اتنين شاي وصايا يا استاذ حلم. اي اوامر تاني؟ شكرا يا بدوي. هات سيجاره يا لا. خد يا عم عليا النعمه، اكون معلم على الواد سيد ده علامه ما ينساها طول عمره. ولا مش ناقصين بقى مصايب تانيه، كفايه بورده يا عم. انت بطل خوف بقى. الله. وبعدين انا جات لي فكره يعني كده بيها اخلص موضوع ابو ورده ده وفي نفس الوقت اعلم على الواد سيد. فكرة ايه؟ فاكر أمينة؟ هي أمينة الله يرحمها كانت شغالة مع الواد سيد في الفلوس المبلولة. أيوة بس خد بالك السكة دي عوى. ومين اللي قال بس إن احنا هنشتغل فيها؟ احنا هنلعب لعبة كده في السريع. ازاي؟ لا أنت بقى اشرب كوباية الشاي وأنا هرسيك على الزدوة. لسه متضايقة من اللي حصل؟ أنا متضايقة منك أنت. متولي ورجالته أنا ممكن أتوقع منهم التصرفات دي، إنما أنت كنت عايزين أطلع منها الكلام إزاي؟ أطبطب عليها؟ عمرها ما كانت هتتكلم. أنا عارفة لميا كويس، كنت هعرف أخليها تتكلم. أنت مش عارفة حاجة. أنت طيبة زيادة عن اللزوم. أنا ساعات بنسى إنك ليك وش تاني. وش مش بتظهره قدامي؟ وش البلطجة مش كده؟ أيوة الوش ده بالذات.
ومين في الدنيا دي ليه وش واحد؟ انت نفسك، وشك مع الطلبة بتوعك غير وشك مع أهلك غير وشك مع أصحابك. ده حتى الواحد بيغير وشه أكتر من مرة في الحبة اللي بيقعدها مع سواق التاكسي. المهم وشك قصاد نفسك إيه؟ وأنت عارفاني كويس يا دليل، وعارفة أنا إيه؟ للأسف عارفة. طيب طيب زياد حبيبي ابني، ازيك يا زياد؟ وحشتني يا حبيب قلبي، عاش من شافك. انت كمان يا جد وحشتني قوي. انا كتبت لك كل اللي هتقوليه في الورقه دي، يلا اتصلي بالرقم وزي ما فهمتك. ها انا ما بعرفش استقرا. طب اتصلي بالرقم وانا جنبك، المهم حفظت اللي هتقوليه. ممكن يعني ولا مؤاخذه تعدولي كمان مره؟ كمان مره ايه؟ كمان مره ايه يا وليه؟ احنا مصدقنا طرقان حنان، ما تنجزي قبل ما ترجع. ام بسمه، احنا عملنا اللي علينا عشان بسمه ترجع في حضنك، اي غلطه منك ملناش فيه. خيبتك السودا يا ام بسمه. خد يا ام بسمه. الو السيد بيه، انا عفاف من طرف مدام امينه الله يرحمها، واتفقنا كمان يا اخويا على نص ارنب مبلول. مبلول ايه وناشف ايه؟ انا ما اعرفش حاجه عن الحوارات دي. تيمينا ست انت عايزه ايه؟ استنى بس استنى. الله، ده كلام اخده وعطى مش كده، ما تقفش، ما تخافش، الدار امان بأمرت المطبعه. حماده قني وحماده قني ومدحت ترسى رجاله الست امينه. ومدحت ترسى رجاله الست امينه. ايوه كده يا اخويا. امال الله، ما تجحرش معايا تاني لما اتصل بيك، وشهلل بقى يا اخويا، احنا ورانا مصالح عايزين نقضيها. وخلي بالك الموضوع ده ممكن يشيل فيه رقاب. طيب طيب، اديني يومين وهرد عليك. دي نمرتك؟ سلام سلام سلام. ايوه الله ينور عليك يا ام بسمه. هلف لك سيجاره؟ يا ريت نصطبح. الله يخرب بيتك يا هشام. رحيم، لجنه. ما تخافيش، اهدي. يا نهار اسود يا نهار اسود. مش عايزك تجنني. ها الرخص. اتفضل. ربنا يقويك يا معالي الباشا. تسلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايوه معالي، رحيم لسه ماشي من عندي حالا. ما حدش تعرض له، ونبه على زملاتك في اللجان اللي بعد كده، ممنوع اي حد يتعرض له. اوامر معالي.